بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة، اليوم في هذا الفيديو سنرى كيفية تنصيب مكونات الفاست ريبورت الخاصة بالطباعة النسخة انتربرايز على الدلفي 11.2 ألكسندريا. إذا بعدما نقوم بتحميل الملف من صندوق الوصف، نقوم بفك الضغط عليه. أولا يجب علينا وضع هذا الملف في مكان يستطيع الدلفي الوصول إليه لأخذ مكتبات الخاصة به بالنسبة للمكونات. إذا نقوم بتحويله مثلا هنا إلى السي ثم إلى بروجرام فايل، إذا ونضعه هنا. إذا بعد أن قمنا بتحويل المجلد إلى المسار بروجرام فايلز، إذا نفتح هذا المجلد. أولا نذهب إلى مجلد الريسورس هنا، نقوم بفتحه. هناك عدة لغات، ومن هنا يمكننا أن نقوم باختيار اللغة التي نريد أن يظهر عليها الفاست ريبورت في الدلفي. مثلا نريد أن يظهر باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية التي هي باي ديفولت أو باللغة الفرنسية مثلا. إذا نأتي إلى مجلد اللغة العربية هنا ونقوم بفتحه. نجد أربع ملفات XML ونجد ملفين من بامتداد بات. إذا نقوم بفتح الملف الأول كمسؤول والملف الثاني كذلك نقوم بفتحه كمسؤول. إذا لقد قام بإنشاء هذا الملف الذي هو arabic.frc. إذا نقوم الآن بالرجوع خطوة إلى الوراء ثم خطوة أخرى. الآن نأتي إلى هذا الملف الذي هو recompile.exe، إذا ونقوم بفتحه كمسؤول. إذا continue ثم نأتي إلى هنا ونختار النسخة الخاصة بنا من الدلفي من نسخة 7 إلى نسخة 11. إذا نترك هذه Enterprise، وهنا لاحظوا Change Language to Arabic، إذا نتركها Arabic. أعلم على هذين الويد فيديو باكاج والويد فاير داك باكاج. إذا ونضغط على Compile ثم نأتي إلى Recompile هنا All Package ونضغط على Compile. إذا كما تلاحظون هنا قام بإنشاء مجلد library Delphi 28. Delphi 28 معناتها آخر نسخة، وهي الباكاج 28 الخاص بالدلفي. إذا تم الريكومبايل وإنشاء الملفات. نضغط على Exit، أفتح ملف ليب. لاحظوا تم إنشاء جميع الملفات. إذا نأخذ ليب 28 نضغط عليه، نأخذ هذا المسار ونقوم بفتح الدلفي. إذا نفتح الدلفي، نأتي إلى Tools ثم إلى Options ثم نأتي إلى Language Delphi Bibliothèque أو Library، ثم نأتي إلى هنا ونضغط على هذا المجلد الصغير. إذا ونعطيه المسار الخاص بنا Paste، نضغط على هكذا Leave ثم Select Folder ثم Add.
لاحظوا المسار تم إنشاؤه هنا. نحن نعمل على بيئة الدلفي 32 بيت، كذلك يمكننا عمل نفس العملية على ويندوز 64 بيت بالنسبة للناس اللي تستعمل النسخ 64 أو تطبيقات 64 بيت. إذن ونضغط على سيف ونأتي إلى Component Install Package، نضغط عليها وهنا نقول له Add، ويأخذنا مباشرة إلى هذا المجلد. إذن نضغط على Ctrl A لتضليل كل هذه الملفات من نوع BPL بامتداد BPL كما ترون، ونضغط على Open. إذن هنا قام بتنصيب هذه الملفات. أنا من قبل كان منصب لدي الفاست ريبورت، إذا لاحظوا كل باكاجز الخاصة بالفاست ريبورت منصبة. لاحظوا ها هي، ثم نضغط على أوكي، نقوم بغلق الدلفي ثم إعادة فتحه من جديد. إذا ولاحظوا هنا يكتب لنا فاست ريبورت 6 تم تنصيب. إذا بعد فتح الدلفي نيو ابلكيشن VCL، نأتي إلى هنا أضغط بزر الفأرة اليمين. إذا لاحظوا مكونات فاست ريبورت فاست ريبورت فاست ريبورت فاست ريبورت، إذا كلها منصبة. لدينا فاست ريبورت ملفات أو المكونات الخاصة بالفاست ريبورت، فاست تولز، فاست ريبورت كليان سيرفر، فاست ريبورت اكسبورتيشن. إذا لدينا الفاست ريبورت الخاصة بالإنترنت ترانسبورت، ولدينا الفاست سكريبت سكريبتات الخاصة. إذا كل الحزم الخاصة بالفاست ريبورت تم تنصيبها. إذا نقوم بوضع TFRX ريبورت، وهو هذا الإديتور الخاص بالبرنامج. لما نفتح هذا الكومبوننت يأخذنا مباشرة إلى المحرر الخاص بالفاست ريبورت. إذا ولاحظوا اللغة هي عربية كما قلنا بتنصيب الفاست ريبورت عليه، وهو اختيار اللغة العربية. وهنا ها هي المكونات الخاصة بالفاست ريبورت بما فيها المكونات والبروبريتيز الخاصة بها، وكذلك الأحداث الخاصة بها تقريبا مثل الدلفي. إذا ونقوم هنا بوضع مثلا كما تلاحظون تغيير اللغة هنا، مثلا تغيير نوع الخط. لاحظوا جميع الخطوط هنا التي هي منصبة على الويندوز تظهر هنا كما تلاحظون. استطيع كذلك تكبير الخط أو حجم الخط، توسيط هنا كما تلاحظون، هنا كذلك توسيط. ثم لدينا هنا كل البروبريتيز الخاصة بهذا المكونات أو هذه المكونات. إذا وهنا فيرفيو، إذا لاحظوا معاينة وإغلاق وجميع الأمور تسير باللغة العربية. إذا كان هذا فيديو حول كيفية تنصيب الفاست ريبورت على الدلفي
11 تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.